نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة وأركان الصلاة وموجبات الغسل، هذه كلها لم نذكرها. يلا بسم الله. نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا، من السبيلين يعني من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى، بول، غائط، حيض، نفاس، دود، حصى، ريح، مني، مذي، وذي، كل هذا ناقض الوضوء. تمام، هذا الأول. الثاني زوال العقل بنوم، إغماء، جنون، سكر، مخدر. النوم ليس ناقض للوضوء، لكن هو مظنة لخروج الريح. فلو كان يشعر بنفسه أنه غلب شيء من النعاس ويسمع الدرس مثلا، مثل الأخ عندي هنا الآن جاء من السفر جزاه الله خير ونعس الآن هنا، ويشعر بنفسه أنه ما خرج منه شيء، وضوءه صحيح. وإذا قال أنا لا أشعر ورأيت البلاد حتى والعباد في المنام، فهذا انتقض وضوء. الثالث أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل، مفهوم؟ طيب. الرابع نسأل عافية السلام الردة، لأنه مبطل لكل الأعمال. أما غير هذا في خلاف بين العلماء. مس الذكر يقول شيخ الإسلام يستحب له الوضوء، يعني لو صلى جاءنا هذا وقال أنا صليت نقول الصلاة صحيحة بعد أن مس الذكر. أما قال هذا مسست ذكر الآن أريد الصلاة نقول لا، أفضل توضأ. أما تغسيل الميت، مس المرأة، هذا ليس ناقض الوضوء والله أعلم. نواقض الوضوء.